مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي دبي. اليوم طبعا تعتبر بيئة العمل من أهم العوامل اللي ممكن تأثر على الجانب النفسي للشخص، سواء كان تأثيره إيجابي أو تأثير سلبي، على اعتبار أن الموظف طبعا يقضي معظم ساعات اليوم في العمل، وطبعا بين زملاء أو بين مدراء، وهذا طبعا أكيد يخليه ممكن ينقل الحالة النفسية الموجودة في البيت للدوام أو العكس، يذهب بحالة نفسية سلبية أو إيجابية للبيت. فنبغى نتعرف كيف تكون حالتنا النفسية وصحتنا النفسية مستقرة وسوية بالنسبة للعمل، والمهم جدا يعني واللي نحن نعاني ان نحن ممكن فعلا نقحم مشاكلنا الزوجية في عملنا او نقحم مشاكلنا العملية في بيوتنا. الحرمة مديرها ينكد عليها تتغصص على رجلها في البيت، في البيت مغصصين عليه يطلع حرته في الموظفين الفقراء اللي عنده، فليش هالبهدلة؟ نتكلم اكثر عشان نتلاشى هاي الصدامات والصراعات النفسية من خلال لقائنا اكيد مع الدكتور احمد عبد العزيز النجار، اكاديمي اكيد ومستشار نفسي. صبحك الله بالسعادة يا دكتور، حياك الله ويانا في دبي. الله بالسعادة والخير والنور، يعطيكم العافية. منكم ما شاء الله نجوم في مجال الإعلام. جزاك الله خير، وأنت نجم أكيد يعني هو، وممكن نستفيد دائما وأبدا يا دكتور في صحتنا وسعادتنا النفسية. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بداية دكتور، يعني مثل ما قالت سماح، نخلط الحابل بالنابل بين العمل والحياة الأسرية. لو نتكلم أول شيء عن يعني أهمية السلامة، سلامة الصحة النفسية في حياتنا اليومية، قبل ما نتطرق لجانب أسئلتنا بشكل عام. بقى السؤال، يعني الصحة النفسية ما دام أنها تأثر على كل شيء وجانب يأثر على جانب، معناته هي مهمة. صحيح. لكن لو نشوفها من منظور آخر، إحنا نسمع عن صحة الجسد، نسمع عن الصحة العقلية، نسمع عن الصحة العاطفية، نسمع عن أنواع من الصحة والتوازنات. أصلاً في الحقيقة للعلم كل واحدة ممكن تختل بروحها، إلا الصحة النفسية أي شيء يختل فيها تختل كل الأمور عندنا. يعني لو عندي اكتئاب مثلاً، راح أشوف إيدي صداع ومخي ما يفكر عدل وجسمي فيها أمراض والحياة الاجتماعية كل شيء يخترب. لكن إذا عندي مشكلة من جانب واحد، ممكن يكون عندي مثلاً لوز ونفسيتي مش تعبانة. صحيح. ففي الحقيقة الصحة النفسية ميزتها إن العالم الآن كله، يعني وهذه ظهرت الآن حالة أهميتها حتى في بعد الكوفيد، الحقيقة أن الآن أهم عملية يجب أن يهتم فيها الإنسان قبل لا يهتم بعقله وعلمه وتخصصه ومجاله، يهتم بحالته النفسية، ثقته بنفسه، حالته العقلية، حالته الروحية، حالته الشعورية. حلها انحلت الأمور أغلبها ترى. فن، يعني أصبحت العلاقة هي علاقة فن في التعامل مع الآخرين. صحيح. كل ما الواحد فينا نثر الحب، نثر السعادة، نثر البسمة، سبحان الله راح تسوي الأمور روحة تهدى. شو هداها؟ ليش المدير زعلان ورضى؟ ليش هذا معصب وهدى؟ كلها بتشوفها ناتجة من نثر الشعور الجميل في الناس. نعم. وكله عبارة عن شعور ما له، ومو بغالي ترى، مو بغالي ترى. بالعكس، العكس هو اللي يكلف. نعم. وايد. بنكمل وياك يا دكتور وياك يا نبيل، لكن بنشوف هذا التقرير اكيد بعد اللي هو يعكس سبحان الله، يعني يقولون الله ياخذ ويعطي، ففي صحه حلوه بتبين في هذا التقرير، حيث اصحاب الهمم يبدعون بيوم العلم مشاهدينا في اجواء احتفالنا بيوم العلم. اكيد في علم الامارات هو الرمز الوطني الاغلى الذي يتطلع شعب الامارات بحب وود وشوق الى رفعه في 3 نوفمبر من كل عام، وبات هذا اليوم العظيم منذ ذلك الوقت بمناسبة وطبعا وطنية لرفع العلم والاحتفال به كل عام، وكلنا نحتفل به سواء كمؤسسات أو أفراد. بنشوف وياكم هذا التقرير وكيف احتفال الفنان الإماراتي عبد الله لطفي بهذه المناسبة. Hi there, my name is Abdullah Lutfi, but you can call me AL because I'm also a black and white artist and I'm 29 years old and I'm an Emirati black and white artist based in the UAE. Hello. My name is Asma Bakr. I'm an Emirati artist, poet, entrepreneur, and motivational speaker. I love to draw hearts,
because the heart knows the truth. Have been drawing when I was young. I used to draw a lot in the school since my grade 7, since the art lessons. So I used to like drawing with color, but the color did not satisfy me well since I did mistakes. So I just prefer doing black and white art other than the color. And so, and also I graduated from grade 12, but I did not go university. So I just came here to this art studio called the Mawahib for adults with special needs. And that's where I first met my teacher, who helped me live my life as a black and white artist. So then after that, we finished from Mawahib, because after that it was shut down because of the pandemic. But I decided to move on into my own studio, which is called the Tashkil Next Chapter. And that's where I do my other artworks, and then I sell it. And because this artworks is my life now. I'm a black and white artist, and I'm proud to be. And today I'm going to be drawing the UAE flag for the UAE Flag Day. And so then you can see what it means for me when I draw on flag, but I draw it in black and white mostly. So, but you probably get the idea. So today I'm going to be drawing an Emirati flag held by two heart people celebrating Emirates Flag Day. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا. يمكن سبحان الله يوم تقول الله ياخذ ويعطي، فعلا هذا الشيء منطبق في هذا التقرير. يعني عبد الله واسمه تقريبا يعني نموذج اللي طبعا الفئة طبعا موجودة في مجتمعنا، ما حد ينكرها. أصحاب الهمم هم فعلا أصحاب الهمم، لأن ما شاء الله رسوماتهم، طريقتهم في الكلام، يعني طلاقتهم في الحديث، يعني تحس أنهم إنسان عادي، إنسان ناس يعني مثلنا عاديين، ما عندهم أي مشكلة. السر هو ان الحقيقه الصحه النفسيه مش هي فقط سلامه طبعاً. مثل ما نقول واحد يعني اوت اوف حالات نفسيه، لا، مثل ما نقول يعني ما عنده الم يعني مريض، لا، الصحه النفسيه هي قدره على تحويل الاحداث السلبيه والاشياء السلبيه الى ايجابيه، القدره على النظر للشيء اللي اسود الى شوفته انه ابيض. القدها متأثر بالعبال يوم شكلي ما قلتها القدرة على يعني أسوي الأسود والأبيض وني أسود وأبيض القدرة على تحويل الألم إلى سعادة، القدرة على تحويل الخوف إلى شجاعة. هذا المعنى. شوفوا يعني الآن كلامهم ما شاء الله عليهم، والطرح لاحظي باللغة الإنجليزية، لاحظي الرسم حتى الرسم اللي رسمه فيه جرأة. يعني الفكره هي ان الصحه النفسيه اجمل ما فيها انها تحول، يعني الواحد فيه لما عنده صحه نفسيه يعني عنده لياقه نفسيه. نعم. لياقه نفسيه اللي قدر على تحمل الصعاب والمواقف والاحراجات والطيحه، خلينا نقول، والفشل وحرج الهزيمه، انه يحوله الى شيء على الاقل يعني عادي. شو صار يعني عندك روح رياضيه بدل في الحياه، روح رياضيه في كل حياه عندك روح رياضيه. فانا هذه ميزه، والحقيقة لهذا السبب احنا ندعو الناس لأنهم يهتمون بالصحة النفسية، بلياقتهم النفسية، يعودون نفسهم على المواجهة، على الحدث، يتقبلون الفشل. من ما يفشل يا جماعة؟ من صح. بطنه ما يعوره، من ما يلا صداع، من ما يتكلم ويغلط بحرف. أيوة. إذا ما غلطنا، إذا ما ربينا. لذلك أنا دائما أقول يا جماعة خلونا نتحول إلى أشخاص متجهين إلى بناء الذات، كأن طلاب مدرسة. نعم. شفتوا لما كنا بالمدرسة نغلط بالهمزة يضربون، أول أحد لا ما شاء الله ممنوع الضرب. نعم. أقصد يعني يوم اللي نغلط كيف إننا نتأثر، اقبل بهزيمتك،
تنجح. اللي ما يعرف يتعلم فن الطيحة، فن الفشل، عمره ما تكون لياقته النفسية سليمة وصحته النفسية. يتم تعثر طول الوقت وفي عايش على الأطلال. مثل ما قصي يعني الحين، والله إذا عندك مشاكل في البيت خلها لو تروح يوم تروح العمل تونا. في الحقيقة إحنا ترى الناس قاصين عليكم. ليش؟ لأن حد عنده مشكلة يروح بالوظيفة شاك حلجة. الرجال يا دكتور. العكس. الرجال يفصلون يا دكتور. الحرمة اللي تم في 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 العنكبوت، هاي الشبكة العنكبوتية مات. كان ريال مو بالريال صناديق، يعني هو بيدخل الدوام بيدخل صندوق البيت في وبيطلع صندوق الدوام. كل لعب مي بقصة شب. الحقيقة يا جماعة الخير احنا كل متكامل، لكن احنا لازم نعدل مفهومنا للأشياء. تتعدل يعني لازم والله عندي مشاكل في البيت وأمسك نفسي ويجي البيت الوظيفة والله ما يصير. احنا كل متكامل، خلونا نتعلم على ان كل شيء في الدنيا يمكن تعديل تعريفه. يا جماعة الآن ذوي الحالات الخاصة، شخص مثلا ما عنده ريل، يعني من بيفهمها؟ من بيقبلها؟ لأن أنتوا يا الصاحين بتقبلون هذا الشيء في أنفسهم؟ الواحد يتخيل يقول معقول أنا بيكون ما عندي إيد صبع ظفر؟ عندي ناس خشمهم شوي ملتوي أو عيونهم شوية أكبر من عين، شو يصير فيهم؟ صح، حالات نفسية طايحة عندي. الفكرة أن نتعلم نقبل، نقبل الحياة على أنها طبيعة. أنا أمشي بالسيارة لازم يصير شوية حادث، شوية خدش، حد يعطلني إشارة، حد واقف بجلس أسب بهذا والآن بهذا، وين بعيش؟ صحيح. فهي متوازن متكامل. أنا وجهة نظري أن إحنا لو نتعلم تبسيط الأمور أكثر. هذا اللي يعجبني بالشيخ محمد الله يحفظه الراشد، إذا تشوفون كتبه يتكلم عن، يقول أجمل شيء في حياتي هو البساطة. شوفوني جالس على الأرض ياكل، شوفوني يعني صور. الفكرة إن هذه البساطة تخليك أكثر، خلنا نقول شو يقولون، مدعمانية والسيارة دعامية السيارة قدرة على تحمل الصدمات. تعبير راس خيماوي زين، قدرة على تحمل الصدمات أقوى. كل ما كان بسيط كل واحد فينا من صبحك أنا ما بحضر معاكم اليوم البرنامج، والله في نقطة سودة، شو هذا؟ يعني احنا بروحنا حساسيتنا صحيح تخرب علينا حياتنا. صحيح. خلونا تيك ات ايزي يا عزيزي، بتشوفون بيتكم حلو مهما كانت مشاكله، وظيفتك حلوه لو مديرك نجد بتشوفه طيب معك. ما ادري مش ملاحظين البسمه شو تسوي بالناس، بس في ناس حتى دكتور لو بتبتسم لهم تم وغدين وغدين. هاي طبيعه الانسان دكتور. والله سلاح. لا هو هي مو طبيعه، احنا اهلنا حياتنا عيشتنا علمتنا ان طبيعي لما شيء يخوف أخاف، وطبيعي لما شيء يضيج الضايج. مش طبيعي عمي عندي مصيبة لازم أحزن. هو ما نقول إحنا في، إحنا بعلم النفس نقول في فترة يحق لك أن تحزن. صح. لكن استعادة التوازن هذا جدا. الموضوع راجع لك أنت، أنت نعم. من يقرر إرادتك. عندي حالات تجيني 10 سنوات متوفي أبوها وللحين حزينة عليه، مطلقة 20 سنة وللحين حزينة. من يستاهل؟ سامحوني الحي أبقى من الميت على قولتهم. صحيح. الأب غير بس على زوج، من يستاهل في الدنيا؟ وصار وعرس ويا بعيال وانت بعد شيء أطلاله. هي الفكرة إن إحنا لو نتعلم نخرج من 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 البيض اللي إحنا نحطيه، الحاجز اللي إحنا نعمله لما تينا مشاكل، صدقوني إحنا بخير وأمورنا هذه كلها متوازنة وحياتنا كلها مرتاحة مهما كانت مصايبنا. الثقة بالله اللي يصيبنا يا جماعة الخير، احنا جميل ان احنا مسلمين. صحيح. القرآن احنا يعني هذه روحها نعمة تشوفينها بالبصايب. يعني الله يقول، يعني انا امس جاتني حالة من الحالات مدمرة بمصيبة مقبول انها، ما بقولها بس مقبول انها يضزعج فيها الانسان. حد شيء بعيالها. بسم الله. فقلت لها الله سبحانه وتعالى قال بالقرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرأها، قبل أن نبرأها. وليس ذلك على الله بعزيز. نعم. 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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني إحنا أي شيء فينا إذا نتعلم التقبل الله بيحاسبنا على تقبلنا. مش إذا أنا إذا صرت وزير بيدخلني الجنة والله ترى نجحت بحياتك. صحيح. وإذا صرت والله فشلت دراستي قال لك دخل نار. ما راح يقول لي. الحياة حلوة بجمال ما نتقبله من عطائنا
وجمال البساطة برضه. وندرب نفسنا، خلنا شوي يصير ملاكمين نفسيا طبعاً، مش ملاكمين بالضرابة، خلنا نسوي يصير عندنا اللياقة بنشوف نفسنا بخير. جميل دكتور. يمكن موضوع التقبل الناس فينا، يمكن في بعض الناس ما يتقبلون المشكلة أو ما يتقبلون المصيبة أو الفترة خلنا نقول اللي يكونوا فيها داون، ما يتقبلون أنهم يتصالحون مع الوضع، يعني دي كانت ادابت، عرفت مثل ما يقولون دكتور. فكيف الواحد انه ممكن يحاول انه يتاقلم ويتعود؟ هو مفهوم. نعم. هو مفهوم. شوف احنا اليابانيين شو يقولون، يقول كل 3 سنوات كل 3 شهور لك صعده ونزله، شيء مثل مويه. نعم. زين. في بعض العلوم الغربيه تقول لا والله كل يوم عندك فتره يو ار اب فتره داون. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اكتشفته، شوف يقول، لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته، وفي روايه شرته، لله ورسوله فقد اهتدى. هذا طبيعي، حتى لما يصير لنا حادث اذا جينا بالوقت السلبي، سبحان الله في العلوم هذه اللي المفاهيم اللي تتكلم عن الامور هاي تصير تزيد علينا. النصيحه هي خلنا نتقبل ان هي صعده ونزله، في رقده ونشاط، في تعب وفي قوة. صحيح. فإحنا لو نتقبل الطبيعة، بعدين للعلم الإنسان الذي لا يتقبل أي جزء من حياته، في ناس ترى ما يتحملون حتى الفرحة. صح. ما شفتهم قال ضحكت اليوم وايد يبقى بتجيني مصيبة. فهي نوع الحقيقة، هي فينا أي جزء بحياتك ما تتقبل، أي حالة ما تتقبلها بحياتك بنفسيتك، الحقيقة هذه جاب فجوة ممكن تنضرب من خلالها. نعم. لذلك خلونا نتعلم على التعامل، وهاي في ميزة البساطة. البساطة والتسامح ميزتهم إنه يخلي كل شيء على قولتهم بسطة، بساطة من بسطة، خلينا نقول مسطح الأمور. نعم. أكون هادية وما ناخذها بالإكزاجريشن اللي هو المبالغة. ما نبالغ. نعم. يعني لما ما نبالغ ونكون بسيطين، نشوف الدنيا سهلة، صار لي حادث أموري طيبة، شو يعني حادث؟ في واحد يقول لا كيف، متى بخلي السيارة، أدخلها الجراج، ما عندي سيارة، لازم أجر سيارة. هذا اللي يقول لك، يدور لك دكتور حق كل حل مشكلة، عكس اللي يدور لك حل لكل مشكلة، هذا يدور لك مشكلة لكل حل. وكله موجود، وكله حقيقي، وكله واقع، بس هو طريقة التفكير بس، البساطة. يعني أرد الحين السؤالين، هو صعب أنك تفصل حياتك المهنية عن حياتك الأسرية، لكن المطلوب أنك أنت تتقبل وتتعايش. تتقبل وتبسط. ويكون عندك لياقة سابقة لتحمل الضغوط، بس بهذه الأمور راح تشوف الأمور ماشية أحسن ما يكون، لأن في الحقيقة في غمامة تصيبنا لما يصيبنا الهم. هي المشكلة وين؟ أني أنا لو صابني عندي مشكلة بزاوية مثلا بالبيت ولا أي مكان، أروح مكان ثاني في الحقيقة أنا أتأثر، مهما أقول حطيتها بصندوق، حطيتها بجيبي، يسمونها غمامة الهم. غمامة تغطي على عيني. صح. غمامة الهم، هذه الغمامة تخلي قراراتك خطأ، فهمك للأمور خطأ، تقييمك للأحداث زايدة أو ناقصة. فهذا إحنا لذلك إحنا نقول يا جماعة، هناك حلوا مشاكلكم وتعاملوا معها ببساطة، وانتوا رادين استعيدوا توازنكم، عندكم لياقة. مثل ما تلاحظين إحنا لما نعلم بعض العيال اللي عندهم مشاكل بالنطق، شو نسوي؟ نخليه يركض وعقب يسولف، يقول قصته، فيناهي هو وصرنا يناهي وهو يتكلم. في الحقيقة مع الزمن يقوى جهاز العصبي، سبحان الله، يقوى جهاز. نفس الشيء في المواقف، أنا الحين قال لي والله عندك 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 عرض بالعمل مثلاً، الحين تجي الرجفة، الحين كيف أنا يا أخي محضر، أنا شاطر، إذا يمكن يسألوني سؤال، كله عبارة عن عدم وجود لياقة نفسية. ترى هو الإعداد، الاستعداد نوعين، استعداد عملي علمي واستعداد داخلي قلبي نفسي. أيوة. لياقة، كثرة العرض، كثرة الكلام، التعامل، التبسيط، البسمة، الضحكة، المرحبانية، خلني أسميها الكلمة الحلوة، والله تهد جبل. صح. مش بس غاز. هل كثرة التحديات اللي تواجهك في حياتك هي اللي تخليك عقب مرن وعندك صحة؟ نعم. نفسية. أنا يعجبني هذا الشيء، أنا يعجبني الإنسان اللي تحديات حياته يحولها لخانة مصلحته. طبعا. مش مبررات عشان شيء انا تعبان، عشان شيء انا مريض، عشان يعني أيوة أيوة. اللي يحولها لمصالحه 100% يصير يعني فنان في الحياه. سبحان الله. جميل جدا. وانا بس بضيف مقوله تذكرتها وانت تتكلم دكتور، ان الواحد يعني الواحد اللي يقول اذا انا ضحكت يمكن مصيبه تجيني، يقول لك قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان
كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى. نعم. فالواحد لازم يتوقع كل خير ودائما يأمل كل خير عشان يجي له الخير. صحيح. الدكتور أحمد عبد العزيز النجار أخصائي نفسي، الحديث معك حقيقة لا يمل. صحيح. وجودك في الاستديو جدا إيجابي، دخلت الفرحة والسعادة على قلوبنا، كلمة حق لازم تنقال. شكرا حبيب. لك شكرا لك، يعطيكم العافية وأنا سعيد فيكم. نحن أسعد يعني سبحان الله، يعني لقائك اليوم كان جميل في نهاية الأسبوع. أكيد. وجودكم الله يحفظكم. الله يسلمك دكتور.